الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: ثم توليتم. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى آخر الآيات. بدأنا بتفسير هذه الآية الأولى، ثم أحلنا شرحها وتفصيل القول فيها إلى درسنا في هذا اليوم. يقول الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الخطاب لبني إسرائيل الموجودين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أكثر من مرة. يقول الله عز وجل لهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. لعلها هنا كلمة مقدرة، وأصل الجملة هكذا: ولقد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت. يعني ليس المراد معرفة الأشخاص، وإنما المراد تذكير الباري عز وجل لبني إسرائيل بالاعتداء الذي مارسه أسلافهم من قبل. بالاعتداء، يذكرهم بالاعتداء الذي مارسوه. فالجملة أصلها كذا: ولقد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت. ما خبر هذا الاعتداء؟ الباري عز وجل نعم يحيل كثيرا من مجمل القرآن إلى مفصله. يعني قد نجد موضوعا ذكر في القرآن مجملا، وذكر في مكان آخر مفصلا. فالبيان الإلهي يحيل هذا الإجمال إلى ذلك التفصيل. هذا المعنى موجود في سورة الأعراف أيضا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر الآيات. بيّن الباري عز وجل قصة اعتدائهم في يوم السبت هناك، وأجملها هنا وأحالها إلى هناك. الباري عز وجل يقول هناك: سلهم، سل بني إسرائيل عن القرية. القرية قلنا إن كلمة القرية لا تعني يعني ما نعبر عنه في لغتنا العامية بالضيعة، لا، كلمة القرية تطلق على المدينة الصغيرة والكبيرة وعلى ما نعتبره القرية أيضا. يعني كلمة القرية تطلق على مجموعة بيوتات مجتمعة كثرت أو قلت. سألهم، يعني ذكرهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر
هي البيت المقدس القدس يعني، وهي التي تسمى إيليا، حاضرة البحر التي كانت قريبة من البحر. الباري عز وجل منعهم من اصطياد الأسماك يوم السبت، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما يبين انقيادهم لأمر الله أو عدم انقيادهم. كيف يكون الابتلاء؟ الابتلاء هكذا، قضى عز وجل بأن تكثر الأسماك، نعم، على الساحل شرعا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ظاهرين بارزين، نعم، كثر يوم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني خارج يوم السبت، قبل يوم السبت، بعد يوم السبت، لا يظهر، لا تظهر هذه الكثرة من الحيتان قريبا منهم في متناولهم. والباري عز وجل منعهم من أن يصطادوا يوم السبت. فماذا كان موقفهم؟ بدلا من أن يكون موقفهم موقف المنقاد لأمر الله عز وجل، مستسلم للابتلاء، متكل في الرزق على الله سبحانه وتعالى، بدلا من ذلك احتالوا على الله عز وجل، نعم، فشرعوا الخلجان والأحواض البعيدة عن البحر، ووصلوا هذه الأحواض بالبحر بخلجان، نعم، فكانت الحيتان يوم السبت تأتي وتنطلق وتتدفق مع الماء إلى هذه الأحواض، فيغلقونها وتحبس هذه الأسماك في هذه الحيضة. يوم الأحد يجمعونها، الحقيقة الاصطياد يكون يوم السبت وليس يوم الأحد، نعم، لكنه مكر مكروه أمام أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يخبرنا به الله عز وجل. وهنا الواقع أن فئة منهم خشيت من عقاب الله عز وجل، لا سيما وقد وجدوا نماذج من العقاب يوم ارتفع الطور عليهم كظلة فوق رؤوسهم، وقبل ذلك أيضا، فذكروا إخوانهم بأن هذا الأمر أمر خطير، أن ممارستكم لهذا الأمر يعرضكم لبلاء ويعرضكم لعقاب وبيل، فتساهلوا واستخفوا بتذكرة إخوانهم. والباري عز وجل بيّن هذا في الآية التي تليها، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله معذبهم وهم مهلكهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، نعم، عن هذا يتحدثوا، ولكنهم لم ينقادوا واستخفوا بهذه التذكرة بعد أن استخفوا بأمر الله عز وجل، وحاولوا أن يمكروا بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان العقاب عقابا نوعيا متميزا، وهو العقاب الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت، في يوم السبت. القصة أحالها البيان الإلهي تفصيلها إلى ما ذكره في سورة الأعراف، نعم، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا ينبغي أن نقف عند عدة نقاط في هذه الآية. أولا، كلمة كونوا قردة خاسئين، هل هي أمر على بابه؟
يعني أمر موجه إلى هؤلاء الناس بأن يجعلوا من أنفسهم قردة؟ لا، نعم، لأنهم لا يتأتى منهم تنفيذ هذا الشيء، لا يتأتى منهم إن كانوا قردة أن يجعلوا من أنفسهم أناسي، ولا يتأتى منهم وهم أناسي أن يجعلوا من أنفسهم قردة. إذن ما معنى هذا الأمر الموجه من الله عز وجل إليهم كونوا قردة خاسئين؟ هذا أمر تكويني أيها الإخوة وليس أمرا تكليفيا، أي أن الله عز وجل شاء أن ينقلب هؤلاء الناس طفرة من أناسج إلى حيوانات أخرى إلى قردة. فهذا الأمر أمر تكويني من قبيل قوله سبحانه وتعالى لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. نعم، فالأمر الموجه إلى هؤلاء الذين مسخهم الله قردة مثل الأمر الذي وجهه إلى السماوات أن تتبدل غير السماوات يوم القيامة، مثل الأمر الذي سيوجه إلى الأرض أن تتبدل غير الأرض، نعم، مثل الأمر الذي يوجه إلى مكان ما من أرض الله الواسعة أن تبتلع البيوتات والمدن التي فوقها. هذا يسمى أمرا تكوينيا وليس أمرا تكليفيا. نعم، طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يعني تحولوا فعلا إلى قردة أم إن هذا من التشنيع الذي خاطبهم به الله سبحانه وتعالى؟ نعم، جمهور المفسرين على أنه فعلا تحولوا من أناسي إلى قردة، بعض المفسرين قلة شذوا فقالوا لا، المسألة يعني نوع من التبكيت ونوع مما يشبه الشتم. نعم، رجل مثلا يذكر تلميذا له، ابنا له، خادما له بأمر فلا يصغي أو لا يفهم ما يخاطب به فيقول كن حمارا أو كلمة من هذا القبيل. هو لا يعني أن يصبح حمارا، ولكنه يقصد أنه بهذا الغباء أشبه ما يكون بحمار. هذا تأويل بعيد، والجمهور من أمثال عبد الله بن عباس وأمثال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وجمهور التابعين على أنهم قد تحولوا فعلا إلى قردة، والعبارة لا تتحمل التأويل. نعم، التأويل له شروط وله ضوابط. كونوا قردة خاسئين. طيب، هل هنالك من أدلة على ذلك؟ طبعا أدلة كثيرة، من جملة الأدلة أن الصيغة صريحة بالمعنى الحقيقي، ولا يجوز صرف الكلمة عن المعنى الحقيقي إلا عندما يتعذر المعنى الحقيقي، نصرف الكلمة عندئذ إلى المعنى المجازي. المعنى الحقيقي ليس متعذرا، ومن ثم فهو الأصل لا يجوز صرف الكلام عن الأصل إلى الحقيقة. دليل ثاني، طيب، الباري عز وجل يقول بعد ذلك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلنا ماذا؟ أي العقوبة. جعلناها ردعا، نكالا يعني ردعا لما بين يديها وما خلفها. إذا قلنا إنهم لم يتحولوا إلى قردة، بقوا كما هم، ولكنها عبارة نوع من التشنيع، خوطب بهذه العبارة ذات التشنيع، إذن لم يعاقبوا، فأين هو النكال؟ أين هو الردع؟ الردع لا يكون إلا نتيجة عقوبة يتم إنزالها.
إذن هنالك عقوبة قد نزلت، وجعلها الله عز وجل ردعا لمن كانوا يعيشون آنذاك معهم ولمن سيأتي من بعدهم. فهذا هو الدليل الثاني على ذلك. إذن هذا هو المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ثم هل هنالك يعني من صعوبة في أن ينفذ الله عز وجل هذا الذي يشاء؟ يعني قلنا بالأمس الإنسان الذي آمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا لا يستبعد ولا يستصعب أي أمر يقضيه الله سبحانه وتعالى، ليس أي شيء يتم في هذا الكون يعني أكثر غرابة من وجود هذا الكون بعد أن لم يكن موجودا. يعني إذا أردت أن تبحث عن أي شيء يمكن أن يستبعده العقل، مثلا إحياء الميت، إعادة الكون بعد اندثاره مرة أخرى، إيجاد الباري لهذا الكون عن عدم أغرب بكثير، وإذا أردنا أن نقول هنالك صعب وهنالك يسير، أكثر صعوبة إذا أردنا أن نقول نعم من أن يعيد الباري عز وجل هذا الشيء كما كان. نعم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المسألة فقط منوطة بالإيمان أو عدم الإيمان. من آمن بالله حق الإيمان لا يستبعد شيء، ما دام الباري عز وجل وجه أمره إلى شيء ما أيسر أن يتحقق هذا الشيء، طفرة إن شاء أو بالتدريج إن شاء. المسألة منوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، هل كان هنالك حيوانات من جنس القردة قبل أن يمسخ هؤلاء قردة؟ يعني هل هؤلاء الذين مسخوا قردة هم أصل نشأة القردة، وكل القردة الذين في الكون تناسلوا أخيرا منهم، ومن قبل ذلك هذا الصنف من الحيوانات لم يكن معروفا؟ لا، الراجح أن هذا الصنف من الحيوان كان معروفا، وإنما عاقبهم الله عز وجل بأن مسخهم إلى هذا الصنف الذي كان موجودا من قبل. والدليل على ذلك قوله كونوا قردة خاسئين. كلمة قردة معناتها كلمة مألوفة ومعروفة. نعم، كيف تكون معروفة؟ تكون معروفة عندما يكون هنالك حيوانات سميت بهذه الأسماء بهذا الاسم. نعم. شيء ثالث، طيب هل استمر هؤلاء الذين مسخوا قردة وتناسلوا باستمرار أم انقرضوا؟ هذه مسألة لم يعني يرد جوابا عنها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، والحقيقة أننا لا نستطيع أن نصل إلى شغاف الحقيقة في هذه المسألة. لذلك في من علماء التفسير من قالوا خلال 3 أيام انقرضوا وهلكوا، وهنالك من قال بل تناسلوا واستمروا. نعم، وهؤلاء القردة الذين مسخوهم نوع من القردة غير سائر القردة، أنواع. نعم، ما معتمد الذين قالوا
هلكوا بعد 3 أيام. قالوا لأن هؤلاء الذين مسخوا إدراكهم لم يغب، معرفتهم لحقيقة إنسانيتهم السابقة ما نسيت، فهذا الوضع جعلهم في في ألم شديد جدا جدا، جعلهم في حالة من الكآبة شديدة جدا، جعلتهم لا يأكلون ولا يشربون مدة من الزمن، وهكذا هلكوا تحت سلطة أو تحت هذا الضيق الشديد الذي انتابهم وهذه الكآبة التي هيمنت عليهم، فحجبتهم عن تناول الطعام والشراب وما إلى ذلك، وشيئا فشيئا انقرضوا. هذه حجة من يقولون إنهم هلكوا بعد 3 أيام. أيا كان الأمر أيها الإخوة، الشيء الذي لا مجال للريب فيه أن الله عز وجل عاقب هؤلاء الناس عقابا نوعيا لم يعاقب مثله أناسا قبلهم ولا أناسا جاءوا بعدهم. مسخهم الله عز وجل حيوانات سيئة، مسخهم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من الحيوانات التي تسمى القردة، لا إشكال في هذا ولا ريب. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شدة تمرد هؤلاء الناس على أوامر الله عز وجل، وشدة استخفافهم بحكمه، وكفرانهم للنعمة التي أنعم الله بها عليهم. نحن لاحظنا سلسلة النعم التي أغدقها الله عليهم وأكرمهم بها، كما لم يكرم أناسا آخرين. وبدلا من أن يقودهم الإنعام إلى الشكر، وبدلا من أن يقودهم الإنعام إلى مزيد من الاصطباغ بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، دفعهم مزيد الإنعام إلى مزيد من التمرد وإلى مزيد من التعالي. نعم، وتلاحظون الكلمة التي كانوا يكررونها عندما يخاطبون سيدنا موسى، ادعوا لنا ربك. نعم نعم، ادعوا لنا ربك، كأنه ليس ربه. نعم، وهذا الكلام تكرر مرارا، والبيان الإلهي كرره لنا ليكشف لنا عن موجبات هذه العقوبة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. الواقع هذه العقوبة ليست في مقابلة هذه الجريمة الأخيرة، المكر الذي مكروه بحسب تصورهم لله سبحانه، لا، هذه العقوبة في مقابل سلسلة الجرائم التي فعلوها. نعم، عندما قالوا لن نطيعك في تنفيذ ما في التوراة حتى يكلمنا ربك كما أكلمك ربك، مو ربنا، حتى يكلمك رب، يكلمنا ربك كما قد كلمك. نعم، وركبوا رؤوسهم في هذا الكلام، الباري عز وجل ما عاقبهم لكن هددهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، ما فعل ذلك، هددهم، وقبل ذلك أيضا هددهم. فلما تطاول أمد استكبارهم واستخفافهم بأمر الله عز وجل واستخفافهم بالتهديدات التي تأتيهم، وارتكبوا شناعاتهم واحدة إثر أخرى واحدة إثر أخرى، كان عقاب هذه الشناعات كلها متمثلة في آخر واحدة، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك كثير من المفسرين. ولقد علمتم الذين، أي اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أمر تكويني وليس أمرا تكليفيا، خاسئين مبعدين يعني مطرودين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها،
جعلناها، جعلنا ماذا؟ العقوبة. وين كلمة العقوبة؟ ما في. كلمة العقوبة متصيدة من قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذه عقوبة. هذه الكلمة تصيدناها من قوله تعالى نعم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها، جعلنا هذه العقوبة نكالا ردعا، جعلنا هذه العقوبة ردعا لهم، خلاص انهم صاروا قردة وانتهوا، والردع ما بيفيدهم، فجعلناها نكالا. إذن لمن؟ لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لما بين يدي هذه الفئة يعني الموجودين عندهم، يعني لما بين يديه يعني الموجودين آنذاك اللي شافوا الحادثة وشافوا العقوب الإلهي، رأوا ذلك بأعينهم. وما خلفها أي الأجيال الآتية من بعد. قد يقول قائل الآية عم تقول وما خلفها، ما عم يقول وما ومن سيأتي. هذه الكلمة من الأضداد، وما خلفها تأتي بمعنى الوراء وتأتي بمعنى الأمام. كلمة وراء كذلك من الأضداد. ماذا يقول الباري عز وجل في سورة الكهف؟ يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم ولا أمامهم؟ أمامهم. بس كلمة وراء تأتي بالمعنيين، كذلك كلمة خلفهم. فجعلناها هذه العقوبة نكالا ردعا للناس الموجودين آنذاك وللناس الذين سيأتون من بعد إلى يوم القيامة. لكن هذا سيكون ردعا للأجيال الآتية إلى يوم القيامة بشرط واحد، أن يكونوا قد آمنوا بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وبأن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى. من آمن بالله سبحانه وتعالى دائما معاني الخشية تكون مهيمنة على كيانه دائما، لأنه دائما في تقصير، ما في واحد منا مو مقصر. فما دام التقصير يصاحب الإنسان لازم الخشية كمان تكون عم تصاحبه. ما بنعرف نحن ما هو التقصير الذي يستنزل غضب الله عز وجل، أنت لا تدري، ربما معصية تخيلتها صغيرة وهي عند الله كبيرة، وربما معصية تخيلتها كبيرة وهي عند الله عز وجل صغيرة. لا صغيرة إن واجهك عدله، ولا كبيرة إن واجهك فضله. لذلك أنت ما بتعرف بده يعني لا إله إلا لا تعلم أن يعاملك بفضله أم سيعاملك بعدله. نعم، فالردع موجود إلى يوم القيامة، عقاب الله سطوة الله عز وجل موجودة بمقدار ما أن رحمته أيضا موجودة، ومن ركن إلى رحمته وتناسى عقابه فهذا نوع من المكر والله لا ينكر به، ومن أيضا ركن إلى اليأس خائفا من مقته وعذابه متناسيا رحمته فهو أيضا يائس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآن يقول لنا الباري عز وجل شيئا آخر. نحن انتهينا من الحديث عن النعم، لكنه الآن حديث عن مظاهر الاستكبار، مظاهر الاستخفاف بأوامر الله عز وجل. الآن قبل أن نشرح الآية الكلام الجديد، نذكر قصة وقعت في بني إسرائيل في عصر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. رجل ثري، نعم، طمع بعض أولاد عمومته بثرائه فقتلهم طمعا بثروته، ثم ماذا صنع؟ ألقاه بعيدا على باب من أبواب المدينة، نعم، وراح يطالب سيدنا موسى بديته ممثلا أنه يعني يبحث عن من قتله
وأنه جاء ينتصر لابن عمه ويقول أنا أطالب بدية ابن عمي. فعلى من فعل سيدنا موسى أن يبحث له عن القاتل وأن يأخذ منه الدية. الدية كان معروف قبل يعني بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو القاتل؟ نعم، لبس على الناس بهذه الطريقة. يأتي الوحي إلى سيدنا موسى يأمره سيدنا موسى بأن يدعو هؤلاء أسرة هذا القتيل بأن يعمدوا إلى بقرة فيذبحوها. هن جايين عم يسألوا إنه مين القاتل وبدنا ديته. سيدنا موسى فاجأهم قال له والله جيبوا لنا شي بقرة واذبحوها. بقرة اذبحوها، نحن بإيش وأنت بإيش؟ شايفين كيف؟ يعني ربي عز وجل حكيم، لم يبدأ يقول لهم سيكشف لكم الباري عز وجل شخص القاتل بهذه الطريقة الكذا وكذا وكذا، لا، وإنما طلب من سيدنا موسى أن يأمر أولئك الناس بأن يأتوا ببقرة فيذبحوها. شو بيسووا فيها؟ ما بيعرفوا. ليش؟ ما بيعرفوا. العبد ماذا يصنع؟ يلبي أمر ربه رأسه سمعا وطاعة. هذول إجوا قالوا أنت عم تضحك علينا؟ أتتخذنا هزوا؟ نحن بإيش وأنت بإيش؟ نعم، شايفين كيف؟ لماذا؟ لماذا لم يخبرهم الله عز وجل يعني بادئ ذي بدء عن الهدف من ذبح هذه؟ لا، إذا كشف لهم يا بكون ظهرت، لكن متى تتجلى عبودية الإنسان لله؟ عندما يأتي الأمر من الله للعبد فيقول العبد نعم سمعا وطاعة. شو ما كان يكون، ظهرت العلاقة بين المأمور وبين القضية لم تظهر أيا كان الأمر، العبد يطيع، فيريد الباري عز وجل أن يكشف لنا عن مزيد من تأبي هؤلاء الناس وعجرفتهم واستكبارهم. نعم، فإذا لاحظوا هذا الترتيب. لما عم نرى القصة منلاقي المسبب عم يجي قبل السبب، الأمر بذبح البقرة وبعدين كيفية ما هي هذه البقرة وكيف لونها وما إلى ذلك. ذبحوها، بعد ما ذبحوها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب يا ربي ليش ما ذكرت الكلام بالأول؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فأمرنا مثلا موسى أن تأتوا ببقرة تذبحوها. لو أن الباري عز وجل نعم رتب الأمر على هذا النحو ما كانت تظهر يعني استجابة هؤلاء الناس بسائق العبودية لله. كانوا عرفوا شو المسألة والمناسبة لماذا، لكن هذا هو بيان الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يأمرني ينبغي أن أفعل، لماذا؟ لا أدري. ما الحكمة؟ لا أدري، ستتجلى الحكمة من بعد. نعم، أظن واضح صار. كثير من الناس اللي بيقولوا لك الباري عز وجل عم يقول إنه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما نعرف أني ليش هي، بعدين آخر شيء عرفنا ومعرفتنا التي جاءت من بعد هي معرفة السبب. ألم يكن المفروض أن يكون السبب قبل المسبب؟ نعم هكذا المفروض، لكن عندما يريد الله عز وجل أن يكشف انقياد المأمور لأمر الله عز وجل وأن يميز انقياد المأمور من لا ينقاد لأمره يأتي بيانه بهذا الشكل. لذلك نجد أن هؤلاء المستكبرين المتعجرفين ما بدهم يعملوا، ظنوا أن المسألة شو، قالوا أتتخذنا هزوا. لما وجدوا الجد في كلام سيدنا موسى
صاروا بقى ما عاد صدقوا انه هي بقره من الابقار. قالوا اكيد هي بقره بدها تكون ابصر شو هي هالبقره. وصاروا بقى يسالوا عن لونها ويسالوا عن قسمها ويسالوا عن وظيفتها ويسالوا. والا الباري عز وجل لا فرق عنده بين بقره واخرى، المساله كلها مساله شكليه. نعم، ليظهر الباري عز وجل لهم قدرته على احياء الموتى. طيب تعالوا نقرا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن عرفنا ما الحكمة من أن الله لم يبين لنا الحكمة من ذبح البقرة، أجبنا عن ذلك عرفنا. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أداة استهزاء أيضا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم وعرفاني ليش. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لو أنني فعلت ذلك لكنت جاهلا، لكنت من أجهل الناس في يعني التلاعب بأمر ربي عز وجل، وهذا لا يتأتى لي. قالوا طيب لكان أصبح لكان هي بقرة بدها تكون من نوع معين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. دائما كلمة ربك، شوفوا كلمة ربك. قالوا ادعوا لنا ربك، نحن بنحكي هالكلام معاذ الله، نحن قد ما كنا مقصرين، مستحيل مستحيل ربنا هذا. نعم، نعتز بأن ننسب ربوبية الله إلينا وننسب عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. طيب قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، إلى آخر الآيات. ويبدو أن الوقت أدركنا، سنتابع إن شاء الله هذه القصة في هذه الآيات في الدرس القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة والرغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اجعل اللهم قلوبنا وقفا على محبتك، اجعل اللهم قلوبنا وقفا على مهابتك وتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واجعلنا من الذاكرين لك، اجعلنا من الشاكرين لك، اجعلنا من الصابرين يا رب العالمين، اجعلنا من عبيد إحسانك يا رب، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنا نسألك بلطفك، نسألك برحمتك، نسألك بأنك الله الكريم المعطي الرحمن الرحيم أن تسقينا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك وإحسانك. نسألك اللهم أن لا تقطع عنا رفدك الذي أكرمتنا به يا أرحم الراحمين، عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد.